السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله باش نبدو نعملو كريكسيون دان إكزامان دو باك تي بي بالنسبة لجماعة باك سيونس باك تكنيك باك انفو باش نختمو فيه الإكزامان تي بي اللي هو خاص بمادة الانفورماتيك الإعلامية. باش نختمو فيه شوي بروغراماسيون، باش نخدمو فيه انترفاس جرافيك اللي هي في الدوسي كي تي ديزاينر اللي ديما طهبت في اللي باك ليكزامان دو باكالوريا في اللي تي بي. في اول حاجه قبل ما نبدو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشين نتاعي اللي هي اسمها فير باك، تعمل ريسيرش على فير باك باش تطلع لك لي فيديو نتاعي اللي هي هذه هي الشين نتاعنا. كما تعرفوا لهنا الشين موجود فيها كل ما هو خاص بالبكالوريا سيكسيون جميع لي سيكسيونات، مي مركز اكثرية على لجمع باك انفو باك سيونس تكنيكومات. بالنسبة للدوار هذا موجه لجمع سيكسيون مات تكنيك انفو. نبدو ان شاء الله ليكزامان اللي هو لينونسي هذا اسم البروبليم اسمها سون شيفر. باهي اش قال لك لهنا؟ عطاك ملاحظه الكتيبه مش واضحه شوي، مي باش نحاول نقرا لكم. امبورطون قال لك ان سوليسيون موديلير او بروبليم اي تيكزيجي، يعني البروبليم لهنا لازمك تعطي اون سوليسيون موديلير، يعني تستعمل سو بروغرام ولا لي موديل. من بعد قال لك اصنع في ريبيرتوار باك 2024 تصنع باش تحط تسجل لي فيشي نتاعك. لهنا باش نصنع دوسي لهنا باش نسميه باك 2024 هذا الدوسي اللي باش نخدم فيه. واضح؟ من بعد نمشي للكيتي ديزاينر باش نحضر الانترفاس نتاعي نحلها هي تي تي ديزاينر. اذا واحد مثلا ما يعرفش ما عندوش تي تي ديزاينر نجم نعطيه ان سيت اللي هو جيمدو خاص مش نتاعي سيت، مي نتاع اخونا عنده يعني تلقى فيه ليكور وبرشا حوايج حتى لوجيسيل تلقاهم اللي هو لهنا باش ندخل، يعني اللي عنده ما عندوش اللوجيسيال ينجم يهبطوا من هنا اللي هما هذو تيليشارجي اللوجيسيال، تعطيك لهنا تيليشارجي اللوجيسيال اللي حاجتك بيه اللي هو كيتي ديزاينر وموجود على الدرايف لهنا. والا تو ان شاء الله من بعد نهبط لكم نحط لكم الليام في الديسكريبسيون ان شاء الله. واضح؟ من غير لا تدخلوا لا سيت لا حتى شيء، تو نحط لكم الليان هذا موجود نفسه. بي نرجع لموضوعنا الانترفاس شنو قالنا؟ قال لك اون سي بروبوز دو كونسيفوار ان انترفاس جرافيك بيرمتون دو سيزير ان شين سي هاش نون فيد دو لونغور اونتر 0 اي 20 بوي اون فورم ان نومبر، معناها باش تكون ان نومبر ان كي لا سوم دي شيفر دون لا شين سي هاش. معناها انت باش تقرا باش تعمل سيزي نتاع شين دو كاركتير باش تدخلو ابارتير زون دو سيزي ولا زون دو تكست هذي الموجودة في الانترفاس جرافيك اللي باش تصنعو ابارتير من كيتي ديزاينر باش تدخل شين دو كاركتير. والشين دو كاركتير هذاك باش تشوف في شو شيفر لي شيفر نتاعو اللي باش الموجودين في لي شين باش تجمعهم وتا في شين. واضح؟ هذا هو الاكزارسيس سي تري سامبل. فهمتني؟ بي يقولك لهنا بور سي هاش ايجال تينيس 27 جوان 2024. الان هي 2 بلس 7 بلس 2 بلس 0 بلس 2 بلس 4 باش تشيك دي سي، يعني شنو يعمل لك الشين؟ يلوج لك على الاعداد اللي فيه الارقام ويجمعهم في هذيك هي الريزلتا هي الان. سيبوزون ما لقيتش كيما ليكزومبل اللي بعد بور سي هاش ايجال باك تي بي انفو لهنا ما فيش حتى عدد الاصل تخرج الان 0، يقول لك لا صوم دي شيفر اي 0. واضح؟ توا باش يعطينا الجرافيك شنو فيه. الانترفاس جرافيك اي كونسيفوار كونتيان لي زيليمون سويفون كوم لي ليستر لا كابتير ليكرون سي ديسو. قال لك شنو يتكون الانترفاس جرافيك نتاعنا؟
ان لابيل كونتينون لو تيكست سون شيفر اللي هي هذه لابيل تيتر نتاع الفنانه الفوقانيه هذيك ان لابيل كونتينون تيكست ان برودوير ان شين اللي هي هذه وان زون دو سيزي اللي هي هذه وان لابيل باش نحطوا فيها ريزلتا لافيشاج لهنا هي مش ظاهره لكن موجوده لابيل لهنا وبوتون فيريفي اي كيفاش نخدمو نمشيو للكيتي ديزاينر نمشي نكليكي على ويدجت من بعد هنا هذا الانترفاس نتاعنا باش نمشي نختار ان لابيل باش نجبدها باش نكتب فيها صوم شيفر صوم شيفر لهنا وجيست لهنا باش نبدلو في البروبريتي تلوج على الفون لهنا تكبر فيها ولا تتصرف قديش تايم تاعك على حسب ليكزومبل بي صوم شيفر اذا التيتر الفوقانية من بعد قال لك ان لابيل ان لابيل كونتيان الميساج انتردوير ان شين دونك نزيد نعمل ديبليكي نمشي لهنا نكتب انتردوير ان شين دو بوان لهنا وتحب تنقص في التايم تاعها باش ما تكونش يعني مش كبيره نعملها 11 مثلا ولا حاجه وقدامها عندنا لابيل اخرى لوطا اللي هي لهنا باش تحط فيها الريزلت تاعنا يعني اذا موجود وعندنا زون دو سيزي وبوتون فيريفي دونك زون دو سيزي هي اسمها لاين اديت لاين اديت هذه الزون اللي باش نكتب فيها انا الشين تاعي وعندنا بوتون اللي هي بوش بات اللي هو يقول لك اكتب عليها فيريفي ليه فيريفي باش نسميها لهنا اللي هي الاوبجيكت نيم تشينج اوبجيكت نيم باش هذه الاسم نتاعها في الاوبجيكت نيم مش في اللي يظهر لي على الانترفاس باش نسميها في اوكي تكست لابيل هذه باش نفررها لازم نفررها بار ديفو هكا باش نسميها مثلا ريس الريزلت نتاعي وهذه الزون دو تكست نتاعي باش نبدل الاوبجيكت نيم اللي باش نخدم فيه مثلا سي هاش باش نسميه فوالا سي تري سامبل حسب ما نشوف هذه نحطها هكا مريك توا باش نخدمو بالجيست نجم نكبرو فيه حتى تنجم تبدل في ال التكست ولا حاجة كيما عجبكش مثلا هذه هذا البوطون تاعنا باهي لهنا جيست تو نسجل عامل انجسترمون لكن ما تلوحش وين يجي نمشي للبيرو للدوسي اللي عملتونا ونسميها حسب الانترفاس شنو قال لي باش نسميها هنا في الكيستيون الاولاني قال لي كونسيفوار لانترفاس جرافيك بريسيدون بريزونتي بريسيدومون اي لونجستري سو فوتر نون يعني باش نسجلو باسمي دونك نلوج لهنا على باك 2024 ندخل للدوسي ونسمي اسمي لهنا شيد نجم تسمي شادي اسمك ولا جيست باش نسمي اسم سيف دونك لهنا وني شادي بوان يو اي باهي صاي الى انترفاس حضرت توا باش نمشو للتوني توني لهنا باش نرجع باش نعمل البروغراماسيون تاعنا كالعادة اول حاجة تعملها مشي سجل الفيشي نتاعك كيما ظهرت لك حاجة اخرى تمشي تكليكي على نيو هذه والا تنجم تعمل فيشي نيو زوز كيماك بعد نمشي نعملو انريجستري الفيشي كالعادة تلوج في البيرو على باك 2024 وتسجل الخدمة على حسب الاسم اللي قال لك هو عليك يعني يعطيه لك هو كري ان بروغرام بيتون اي لونريجستري سو فوتر نو دون لاكيل الي دوموندي في نفس الدوسي دونك باش نسميه زاد باسمي لهنا في الباك 2024 باش نسميه باسمي شيت نعمل
سيف هوني شادي بي إيجري. بي أول حاجة باش نعملو شنو باش نعملو؟ قال لك باش تعمل دو ديفلوبي إن فونكسيون نومي سوم سي هاش كي فرمي دو كالكيلي لا سوم دي شيفر دو سي هاش. دونك لهنا باش نصنع فونكسيون ليف باش نسميها سوم حسب ما عطاني هو باش نعطيها أونتر البارامتر نتاعها شين دو كاركتير. وكيفاش باش نجمع لي سوم نتاع لي شيفر الموجودين في السي هاش؟ باهي سهلة برشا، جيست نعمل مثلا اس ايكالا والا ان اللي هي ريزلتان تاع السوم تاعي، خليها اس باش يكون الفاريابل سينيفيكاتيف اكثر زيرو. من بعد باش نباركوري الشين نتاعي بالفور، فور اي ان رينج باش نبدا من زيرو فيرجيل لين نتاع سي هاش بطبيعته هو باش ينقص واحد، دونك لين سي هاش موان زان. لهنا شنو باش نعمل؟ مادام هنا ما نعرفش هل انه لي شيفر هل انه عدد ولا مش عدد، دونك اف نجم نستعمل هيك الفونكسيون از ديجيت. از ديجيت شنو تعمل لي هذه؟ اف از ديجيت سي هاش دو اش معناها هذه؟ الاس ديجيت الفونكسيون هذه باش تشوف لك الكاركتير هذا يقبل يتحول العدد ولا، يعني هو عدد يعني قابل انه يتحول العدد ولا. وقت اللي يقبل يتحول العدد دونك هو ان نومبر، دونك نجم نجمعه مع الاس. سينو كانوا ما يقبلش انه يتحول العدد باش ترجع لك فولز، دونك انت ما تجمعوش مع الاس اذا هو مش ان نومبر. واضح؟ دونك لهنا if is digit ch2 i من غير لا نكتب، نجم نكتب ايجال ايجال ترو، لكن كي نكتب هكا صاي معناها راي ch2 i سي تان نومبر قابل انه تصير له كونفرسيون للنومبر. واضح؟ شنو باش نعمل وقتها؟ باش نجمو مع الاس، اس ايجال اس بلس لازم نحولو الانتي قبل ما نحاول قبل ما نجمو مع الاس، لانه ما نجمش نجمع كاركتير مع انتي. وقت اللي هو النومبر باش نجمع ريزلت باش تحط لي في الاس. من بعد لهنا صاي، من بعد باش نعمل ريتيرن اس ريزلت تاعي هي الاس. نحب نجرب بروغرام برينسيبال، نجرب الفونكسيون تخدم لي ولا. هذا البروغرام برينسيبال نتاعي باش نعمل برينت. ديما جربوا اي فونكسيون تخدمها باش تعرفوها تخدم ريغلا ولا. مثلا شادي واحد زينوبي 4 5، هذا الشين نتاعي باش نشوف اشنو تفشي لي الفونكسيون. بالطبيعه باش نكتب صوم انتر بارونتيز باش نعمل لابيل نتاع الفونكسيون صوم ونشوف الريزلتا نتاعي. باهي لهنا الفونكسيون از ديجيت لهنا قالك از نوت ديفاين، ما عرفهاش، دونك لازم نعملو الامبورت از ديجيت. لحظة از ديجيت بالاي سامحوني، باش نغير الامبورت لحد شي فونكسيون لحظة مش هكا، بارامتر هذي فارغة وهذي تعمل هكا بوان عملتها بالغلط. هاوين لهنا هاو نرجع لك واحد 10 4 مع 5 مع 1 تعطيك 10. دونك فونكسيون از ديجيت مش از ديجيت تحط في البارونتيز لهنا الكاركتير، تكتب الكاركتير ولا الشين اللي حاجتك باش تشوفه هل انه يقبل يعمل كونفرسيون ليه ولا. بوان از ديجيت باش تصير له الكونفرسيون، بعد تصير له بعد لي يتستيها انه يقبل يتحول العدد ولا. انت باش تعمل اس سواء اس بلس كونفرسيون تكونفرتي العدد وتجمع مع الاس القديم. دونك الاس تخدم لنا الصوم نتاعنا تخدم امورها مليك. نرجع تو باهي قالك بعد باش تعمل ديفلوبي ان موديل بلاي كي سيكزيكيت سويت ان كليك سير لو بوتون فيريفي. لهنا باش قالك وقت اللي نكليكي على البوتون فيريفي باش يعيط لي للفونكسيون بلاي
voilà, permettant de récupérer la chaîne CH non vide et de longueur entre 0 et 20. Donc là, les amis, les amis qui t'achètent, juste pour تخدم بك الانكس واضح ولا الانكس اللي هو ديما يعطوه لكم في الاكزامان تاع الباك اللي هو سامحوني لهنا التصويره مش واضحه امتى نحاول نهبط لكم الانكس عندي تبي تقدم اخرين باش نوري لك الانكس كيفاش يجي اللي هو هذا الانكس اللي هو الانكس هذا نفسه ديما يعطوا فيه في الاكزامان تي بي باش تخدم به جيست تحط هذيك تحطها من فوق وين الوقت وهذه تهبطها تكوبيها من اللوط اخر حاجه في البروجرام نتاعك اللي هي تحت البروجرام برانسيبال لا هنا يعني في البروجرام برانسيبال نحطها ثم باهي لهنا شنو باش تعمل لو جيست تبدل هذه بدل هنا سميتو الانترفاس نتاعي شادي الباقي ما تلمسوش هذا وهذه ما تلمسهاش دونك هذه باش تتبدل علاش لانك انت عندك بوتون البوتون هذا قالك وقت التكليكي على البوتون فيريفي باش تعيط او وقت التكليكي على البوتون فيريفي باش تعيط للموديل بلاي دونك لهنا باش نسمي الموديل نتاعي بلاي ولهنا شنو سميت انا البوتون فيريفي في الجرافيك نتاعي سميته في ماجسكيل دونك اكل الاوبجيكت نيم هذاك باش نحتاجوه تو اللي هو النوم تاعي باش نسميه نفس الاسم اللي حطيته في الجرافيكات لانه باش نعطي اسم اخر يعطيك نجم يخرج لك مشكله واضح بي اون برانسيب سافا تو بي تو شنو باش نعملو باش نمشي نخدم الفونكسيون بلاي نتاعي اللي هي ديف بلاي لهنا دو بوان والبلاي هذي اش تعمل قالك اش تعمل لنا قالك كي سيكزيكيت سوي ان كليك بوتون بيرمتون دو اول حاجة باش تريكيبيري لك لاشين سي هاش نون فيد دو لونغور اونتر زيرو اي فان دونك لهنا باش تريكيبيري لك الشين الموجودة وين في الانترفاس جرافيك موجودة لهنا احنا اش سميناه هذا سميناه سي هاش دونك اش تنكتب مثلا الفينتر سميتها سميتها ويندو دونك نكتب ويندو بوان اسم الزون سميناها سي هاش بوان تكست طبيعة هذه باش ناخذ فالور باش نحطو مثلا في فاريابل نسميه هنا سي هاش واضح ولا توا حطيت خذيت الفالور اللي موجود لهنا في الزون دو تكست هذه حطيته وين حطيته في فاريابل سميته سي هاش راه مش لازم نفس الاسم مثلا نسميه مثلا نجم حتى نسميه شي هذا اما انا جيست انا ديما ناخذ بسي هاش او سي هاش ستينشن بي بعد لقينا الشين نتاعنا باش نعيطو للفونكسيون سون هيدي لأن خدمنا نعيطولها باش نكتب مثلا n إيكال صوم سي هاش واضح شنو باش تعمل لنا لهنا باش تمشي تخدم لي فونكسيون صوم بالنسبة للشين اللي دخلته لهنا أما قبل لا تخدم لازم قالك شرط قبلها لازم نتستي الشرط نتاعي قالي لهنا قالي الشين لازموش يكون زيد ولازم اللونجر نتاعو انتر زيرو دي لونغور انتر 0 اي 20 توا منطقيا ما تجيش هادي علاش قال لك لا لونغور سي هاش نون فيد كيفاش هو نون فيد وفي نفس الوقت لونغور نتاعو نجم يكون صفر ما بين صفر و 20 اون برانسيب سوبيريور ا 0 مادام هو نون فيد نون فيد دونك لازم يقول لك او مينيموم ان كاركتير فوالا ليه انتر باش نتستو على اللونجر نتاعو لازم يكون 0 20 كيفاش نمشي لهنا باش نعمل مثلا باش نكتب if
شنو حاجتنا ليه اللونغير نتاع سي هاش؟ كيفاش نطلعوا؟ نطلعوا بالفونكسيون لين لين سي هاش هذه شكي لكو لازم انتر في الانترفال 0 20 دونك سوبيريور او ايغال ا 0 اند لين نتاع سي هاش انفيريور او ايغال ا 20. وباش نزيد على هنا نوت علاش وقت اللي يكون مش موجود في الانترفال يعني زيرو لازم اكبر واصغر من 20 كي ما يجي ما يكونش في الزيرو 20 اللونغور نتاعو شنو باش نعمل باش نفيشي له ميساج وين باش يظهر لي ميساج هذا ميساج باش يظهر لي فك لا زون دو تيكست هذه الموجوده لهنا سامبوني وي بالضبط اهي باش يقول لي راني حاجتي ب باش يقول لي راني حاجتي الشين لازم التايم تاعو ما بين الزيرو والبان واضح ولا باش نكتب له لهنا في الزون كيفاش باش نحطو في الزون دو تيكست هذيك باش نحطو في اللابيل هذيك اللابيل نحنا اول حاجه شنو سميناها هذي سميناها ريس دونك تجي لهنا اسم الفينتر نتاعنا ويندو Windows point res point set set text ليه سامحني خصيت مرة به بالنسبة للهذي نرجع لهنا باش نعملو ويندوز بوان ريس ريزلتان تاعنا باش نكتبولو سيت بوان تكست ونكتبلو الميساج لهنا ميساج انو لازم اللونغور دو لاشين اونتر في Vérifier la longueur de la chaîne. Voilà, vérifier la longueur de la chaîne. Vu le taux le message au carreau, juste message bichi. بيه هذه وقت اللي نال يعني الشين نتاعي مش في الانترفال 0 و 20 باش نقول له فيريفي لي لونغور دو لا شين نتاعك راهو غلط ايلز تاو سينو معناها راهو ال اللونغور نتاعي مريق الشين يعني راهو امور مريقله شنو باش نخدم باش نخدم الفونكسيون هذي ان باش نعيط للفونكسيون صوم سي هاش باش يحسب لي قديش من الصوم ومن بعد يفيشي لي الريزلتا في نفس الزون هذيك كيفاش بالطبيعه لهنا في الريزلتا نتاعنا لهنا في لينونسي كيفاش عامل لك لافيشاج ما ديما يعطيك اكزومبلات باش تتبع عاوني ان ايغال 0 ان ايغال 10 دونك جيست تكتب هكا ميساج ان ايغال فيرجيل لهنا بلوس لانو باش تحولوا شين دو كاركتير باش تحولوا بالاس تي اف والصوم وين موجود موجود في ال ان دونك نحاولوها ونعملوا لها كونكاتيناسيون مع الان باش تظهر لي كيما حاجته اون برينسيپ هكا نكونو صاي كملت الفونكسيون سافا في دي ما ثم حتى مشكل ما نسينيش حاجه اون برينسيپ تخدم ونزيد ونثبتو نحنا بالطبيعة باش نعمل انريجستري ونعمل اكزيكسيون تاع هذا الفورم تاعي صاي يظهر انترودوير ان شين
باش نحط الشين نتاعي مثلا شادي 1 2 زينوبي 14 نعمل فيريفي. هنا قالك ان ايجال 8 خلينا نحسبه 1 مع 2 3 4 8 دونك فري. جيست لهنا في الجرافيك نطلعها شوي لهنا وتنجم زيادة رود تعمل لها في الجرا وبدل لها الشيء هذا باش تحسن الكتيبة ولا حاجة. نعمل عديس اوكي نعاود نعمل اكزيكسيون بطبيعة لهنا كي تعمل موديفيكاسيون عمل انجستمون قبل لا تخرج ونعاودو لهنا نعملو كي نعمل هنا هكا ان ايكال زيرو اوانو علاش لهنا تقول لي انت في لينونسي كاتب لك نون فيد النون فيد يا جماعة لهنا هو عمل لك نون فيد كيفاش منطقيا هي في نفس الوقت نون فيد معناها ما تكونش فارغة ولهنا يجيك يقول لك راهو التاي لونغير نتاعها ما بين 0 و 20 0 و 20 اش معناها؟ معناها اون برانسيب ما نشوف اونتر 0 و 20 دونك من 0 ل 20 0 سي لا شين فيد لونغير كيفالك الشين نتاعو عندنا شين ولونغير نتاعو 0 يعني سي تان شين فيد فهمتني ولا دونك لهنا ما يكونش نون فيد والا هو يقصد بها معناها سيبريرا زيرو ستريكتومون كي كما مش واضح دونك نخدم على انه محصور ما بين ينجم يكون فيد بي ليكزيكسيون لهنا كيما حطيت له حد شيء لهنا نفترض كتبت له شين كبير شنو يقول لي فيريفي لا لونغور دو لا شين دونك هنا نريد لخدمتنا جيست باش نعاود اكزومبل اخر كما عطانا هو مثلا خلينا نشوف الاكزامبل نتاعو باك تي بي انفو الاكزامبل خلينا نجربو باك اسباس تي بي انفو اون برانسيب يعطيني زيرو بليك ولا الاكزامبل الثاني تينيس 27 جوان 2024 تينيس تونس 27 جوان 2024 نجربو يعطيني 17 دونك خدمتنا مريقلة اللي هي ريزلتا لهنا في ليكزومبل الاخر اعطيك لهنا وين 17 في الانترفاس اذا مش واضحة مي 17 وين مشكورين ان شاء الله اللي عنده اي سؤال يحب يسأل مرحبا بكم. هذه الشين متاعي كما قلت لكم الشين اسمها فيرباك هذي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتبعتوها لصحابكم باش يستفادوا زادا هما واي استفسار اي حاجه كان عندكم اكزاما ولا سيري ولا حاجه تحب تخدموها انا ابعثوا هي في كلموني على الفيسبوك نتاعي ولا هذا الجروب عامل جروب فيسبوك ابعثوا لي السيري وان شاء الله نخدمها لكم بحول الله نعمل لكم اكسبليكاسيون الهدف نتاعي مش نخدم رأي. الهدف نتاعي اني نفسر باش نتوما تفهموا تولوا ترجموا تفهموا وحدكم واضح. بالنسبه للكيتي ديزاينر اللي مش وصاب ان شاء الله باش نحط لكم اللينك في الديسكريبسيون مشكورين وربي يبارك لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.